على سطح البيوت المجتمع بشكل إيجابي وأمان وثقة. طبعا زي قرارات الحياة الاقتصادية اللي أثرت وجودها في الحرب في شهر رمضان بجعل
عقوبة الإعدام ليست هي العقوبة الشرعية ولكن السجن مدى الحياة لمن يرتكب جريمة أن يتألم بمن ارتكبها ضده. ومن موقع هذا أدفع الدفاع الآتي مع هذا المتهم: انتفاء نية القتل العمد وإزهاق الروح، تجريد التهمة من سبق الإصرار والترصد، إعمالا لنصوص القانون على الرغم من أنني لا أود أن أقوم بعمل غير مقتنع به ولكن هذه هي مهنته. إعمالا لذلك سيدي الرئيس، وإن كان الباعث على الجريمة لا عبرة له في المادة 231 و232 لا عبرة له إطلاقا، سواء كان هذا الباعث شريفا أو خبيثا أو باعث غير آدمي لا عبرة له، ولكن الباعث قد يجعل للمحكمة أن تخفف العقوبة في من يقتل نفسه، في من يقتل غيره دفاعا عن نفس غيره أو لباعث هو بيمنعه من حاجة، لكن ما هو الباعث هنا؟ ونصت المادة 231 المحال بها أوراق هذه الدعوة على أن سبق الإصرار هو القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الجريمة. وطالعت اعتراف هذا المتهم الذي يتمنى الكثير منهم أن يكون مكانه قبل ارتكابه لما أمر به شيطانه ووسوست إليه نفسه. وجدت أن هناك تناقض شخصي فيما أدى به من اعترافات وإقرارات، ولو لا يعاقبني القانون لاقتصصت لذنب هؤلاء بنفسي منهم، ولكن القانون حطني في موقف المدافع عنه بناء على معاليه وقرار المحكمة، وده لصالح اللي توفى رحمة الله عليهم لسرعة الإنجاز القضائي وسرعة العدالة الناجزة. وفقت لهذا الأساس في سبق الإصرار سيد الرئيس مادة 231 قالت أنه هو القصد المصمم عليه قبل ارتكاب الواقعة، وقد يكون هذا بغرض إيذاء شخص معين أو إيذاء أشخاص معينين. المجرم الواقعة وتفكيرها، لم يكن هناك تفكير هادئ نفسي مدبر يرتاح معه هذا المتهم ويفكر بعقل خالص وبنفسية هادئة أن ما يقدم عليه سيؤذي المبني عليه. يبقى اشترطت المادة 231 في سبق الإصرار شرطين، أولهما نفسان، وهو أن يكون الجاني قد أمعن فكره فيما ورد في عقله وفي خلده من أنه سيرتكب جريمة، وأعد من ذلك وسائل تعينه وتساعده على هذه الجريمة. العنصر الثاني عنصر زمن، أي أن سبق الإصرار يقاس بالزمن، المدة ما بين نشوء الفكرة في عقل المتهم الذي لا عقل له وبداية تفكيره وبداية تدبره وأمره، تكون انتهت نفسيته الغاضبة وراحت ثورة الغضب. وأيا كان المبلغ الذي أدين به سيد الرئيس لا يجعلني أفكر في هذا إذا كنت عاقلا أو إذا كنت أفلا تعقلون أفلا تتدبرون أفلا تتدبرون. فبالتالي سبق الإصرار لم يكن متواجدا. الترصد أيضا سيد الرئيس الذي نصت عليه المادة 232 لم يكن متواجدا، ولا يترصد بأولاده، لا يمكن له أن يترصد أنهم مقيمين معه. وبناء عليه ولما تراه عليكم الرأي الأقوى وأسباب أفضل، ولكني تحضرني واقعة أود أن أقولها على مسامع المحكمة. أنا بعتذر لكل من يعلم من هو خالد رمضان في الوقوف أمام المنصة في مثل هذه القضية، ولكني أذكر نفسي عندما جاءت ناشطة فرعون وأخذوا ابنها منها والتبعوا إلى القاضي إلى حضراتكم، فقال بذكائه: سأقتل هذا الطفل، هو عاوز يعرف من أمه، دي بتقول أنا أمه ودي بتقول أنا أمه، عاوز يعرف من أمه، قال لهم هات الطفل
اعتذر لكل من يعلم ان هو خالد رمضان وهو مصمم على الطلبات، ولو يجوز لي ان انضم للنيابه العامه هنضم، ولكن لا يجوز. وبناء عليه ولما تراهم عليكم راي وكم مصمم على ما طلبناه من دفاع ودفاع.